أما الدعوة الآن فهي لمعالي الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة رئيس المجلس الوطني للإعلام لإلقاء كلمته بهذه المناسبة، فليتفضل معاليه مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، أصحاب السمو الشيوخ، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم. يسرني أن أكون معكم في هذا المنتدى المهم والذي يحمل شعار نحو مجتمعات تتقدم يأتي هذا المنتدى في وقت جدا مهم ليواكب من خلاله المرحلة التي تعيشها دولة الإمارات، مرحلة الانطلاق نحو آفاق أوسع من التقدم والتطور، مرحلة عنوانها السعادة والتسامح والمستقبل. إننا في دولة الإمارات نؤمن بأن التواصل المستمر هو السبيل الأمثل لبلوغ الأهداف وتحقيقها، وهذا لا يتحقق بلا أدوات داعمة وفي مقدمتها الإعلام والاتصال الحكومي. وإنني على ثقة بأن هذا المنتدى سيتناول مختلف الأفكار والرؤى حول واقع الإعلام والاتصال الحكومي في دولة الإمارات، والذي يعمل بكل طاقته لتسليط الضوء على الإنجازات الكبيرة التي تحققها الدولة تحت قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. السيدات والسادة، إن السؤال الذي يعنينا اليوم هو أي إعلام نريد، وكيف للإعلام أن يكون أحد العناصر الضامنة لمجتمعات تتقدم وتتطور وتستشرف المستقبل. وأعتقد أننا جميعاً نتفق بأننا نريد إعلاماً رائداً استباقياً ومسؤولاً يعكس صورة صادقة لقيمنا وتقاليدنا ونظرتنا للمستقبل. فنحن في المجلس الوطني للإعلام ندرك تماماً أهمية تعزيز الوعي الإعلامي ونشر المعرفة وتمكين الأفراد ليقوموا بدور إيجابي يسهم في الارتقاء والتطور في هذا المجتمع. ولتغيير الصورة النمطية السائدة عن الإعلام الرسمي، علينا مواصلة فتح قنوات مباشرة لترسيخ الثقة بين الصحفيين والمسؤولين، وتمكين وسائل الإعلام الوطنية لتقوم بدور فاعل يسهم في صياغة الرسائل وإيصالها إلى الجمهور. الحضور الكرام، إن إعلامنا الإماراتي يعكس القيم التي نشأنا عليها، قيم الاعتدال والتسامح والانفتاح على ثقافات العالم واحترام الآخر، كما يقوم إعلامنا بدور مهم في مكافحة التشدد والتطرف وتوضيح الدور السلبي للأفكار الهدامة التي تغذي الإرهاب. فالحرب اليوم هي حرب أفكار في المقام الأول، ويجب المثابرة على ترسيخ الأفكار الإيجابية ونبذ ثقافة الهدم وتعزيز ثقافة البناء.
ولقد ساهمت المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم في تعزيز دور الإعلام ليصبح أداة رئيسية لحماية هوية المجتمع والحفاظ على مكتسباته ومستحقاته. واسمحوا لي هنا أن أتوجه بالشكر الجزيل لكل القائمين والعاملين في مؤسساتنا الإعلامية لدورهم الكبير في دعم مفاهيم السلم والسلام والأمن والأمان والاستقرار في كل مكان. فهنالك العديد من الأمثلة التي نجح من خلالها إعلامنا وأجهزة الاتصال الحكومي في منع الأصوات الشاذة من نقل صورة مغايرة للحقيقة وللواقع، حيث نقل إعلامنا صورة شفافة وصادقة للعالم جسدت أسمى معاني الوحدة الوطنية والتلاحم الحقيقي بين القيادة والشعب. الحضور الكرام، إن دولة الإمارات تطبق قيم الانفتاح والتعاون على أرض الواقع، فهي تستضيف اليوم ما يزيد على 200 جنسية يقيمون ويعملون على أرضها، لنجسد بذلك أجمل معاني التعايش الحقيقي، وكما هو الحال في قطاعات مهمة مثل الاقتصاد والصناعة والتجارة، تحتضن دولة الإمارات مئات المؤسسات الإعلامية وآلاف الصحفيين، وهذا يعكس المناخ الإيجابي الذي تتسم به البيئة الإعلامية في الدولة، حيث تعمل هذه المؤسسات في إطار من الحرية المسؤولة التي تعزز الإبداع والاستباق وتتقدم بمنتج إعلامي مميز. وبالنظر إلى المستقبل، فإن استراتيجية الإعلام الإماراتي والاتصال الحكومي تستمد روحها من منهجية التكامل بين مختلف مكونات القطاع والتعاون الوثيق مع الأطراف المعنية، وذلك بما يتماشى مع ثوابتنا الوطنية ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة والسعادة للجميع في هذا المجتمع. فكما تخطط دولة الإمارات لبناء المستقبل، لابد للمؤسسات الإعلامية من تطوير أدائها باستمرار لتحقيق رؤية القيادة الحريصة دوماً على نشر وترسيخ قيم التسامح والتنمية والسلم والاعتدال والوسطية وإعلاء شأن الإنسان والإنسانية وبث الروح الإيجابية والمساهمة في تقدم المجتمعات. ختاماً، لابد لي أن أشكر كل القائمين على هذا المنتدى، وأتمنى أن يخرج برؤى موفقة تسهم في رسم ملامح المستقبل، وشكراً.